نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة، أكثر من 20 شهيدا في رفح وارتقاء آخرين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. كتائب القسام تكمن للاحتلال في المغراقة وسط القطاع، واعتراف إسرائيلي بقتيلين وثمانية جرحى بحال الخطر بصاروخ مضاد للدروع. رغم القمع والتهديدات والاعتقالات، الحراك الطالبي الأمريكي نصرة لغزة مستمر في الجامعات وينتقل إلى الشارع، ودائرة الاحتجاجات تتسع حول العالم. كتائب القسام تعلن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في الجيش الإسرائيلي قرب كريات شمونة بصلية صواريخ من جنوب لبنان. وبلينكن يصل الرياض في مستهل جولة تقوده إلى تل أبيب وعمان لبحث وقف النار. بايدن يجدد لنتنياهو رفضه اجتياح رفح، ووفد من حماس في القاهرة لتسليم الرد على المقترح الإسرائيلي. نبدأ من آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على جنوب ووسط وشمال القطاع بعد ساعات حملت المزيد من المجازر، ولا سيما في رفح، حيث ارتقى 21 شهيدا بعد استهداف القصف 3 منازل في المدينة. وكانت رفح قد تعرضت فجرا لقصف عنيف في وقت استمرت فيه عمليات البحث بين الأنقاض، حيث جرى إنقاذ عدد من الأطفال. وطول القصف الإسرائيلي كذلك مناطق عدة في وسط القطاع كمخيم انصيرات ومخيم البريج ومنطقتي المغراقة والزهراء وحي الصبرة جنوب مدينة غزة ومخيم الشاطئ في شمال القطاع، حيث ارتقى عدد من الشهداء إضافة إلى محيط مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة. وأيضا تقع إضافة إلى مناطق تقع شرق غزة، حيث رصدت اللحظات الأولى لقصف المناطق السكنية. الحمد لله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك يا الله. بليتني يا ربي في المرض قلت لك الحمد لله، قصفت بيته قلت لك الحمد لله، أسرت ابني قلت لك الحمد لله، استشهد ابني قلت لك الحمد لله، وهالله وهل من مزيد برضى الحمد لله، حتى ترضى يا الله. وفي غضون ذلك واصلت المقاومة التصدي لقوات الاحتلال، وأعلنت كتائب القسام أنها استدرجت قوة إسرائيلية إلى كمين المحكم من الألغام في منطقة المغراقة وسط القطاع، وفجرت فيها عبوات ناسفة وصواريخ كانت قد ألقتها طائرات F-16 على المدنيين ولم تنفجر. وأقرت وسائل أعلام الإسرائيلية بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين جراحهم خطرة، وذلك بعد استهداف جنود من الفرقة 99 بصاروخ مضاد للدروع في القطاع، وشهدت مروحيات تابعة للاحتلال وهي تجلي الجرحى. وينضم إلينا من رفح جنوب قطاع غزة مراسلنا أكرم دلول لنسأل أكرم عن تفاصيل حتى هذه اللحظة والتطورات، كيف تبدو على وقع تصاعد المجازر وتوسعها لتشمل كامل مناطق القطاع؟ هي فقط للتنويه دينا، المجازر الإسرائيلية تشمل كل مناطق القطاع بما فيها رفح منذ 7 من أكتوبر، وإسرائيل تسعى لتضليل العالم
من خلال الحديث عن عملية وشيكة على رفح، وكأن رفح أصلا لم تتعرض إلى هذا العدوان. رفح بشكل يومي منذ 7 أكتوبر وحتى الآن ودعت المئات وربما الآلاف من الشهداء نتيجة سلسلة غارات أدت إلى انهيار وتدمير عدد كبير من المباني حتى والأحياء السكنية. عموما الغارات الإسرائيلية ليلة الماضية بالفعل كانت عنيفة جدا. إسرائيل ارتكبت مجازر بحق 3 عائلات على الأقل. حتى الآن ارتفع عدد الشهداء الذين قضوا أو بالأحرى من تم انتشالهم إلى 22 بتمكن الطواقم الطبية قبل قليل من انتشال طفل من عائلة الخطيب. وبالتالي يمكن القول أن هذه المجازر الثلاث هي بالفعل تصعيد ملحوظ، لكن وتيرة القصف الإسرائيلي هي يعني وتيرة يومية، وإسرائيل يعني يبدو أنها لا تكترث حتى بحياة المدنيين والنازحين الذين يتوزعون في كل مكان هنا في قطاع غزة. كذلك المناطق الأخرى من القطاع ما زالت تشهد عمليات قصف إسرائيلي مكثف سواء بالمدفعية أو بالطائرات الحربية. في شمال قطاع غزة كانت هناك غارات عنيفة على شمال بلدة بيت لاهيا وشرق مخيم جباليا. على صعيد مدينة غزة القصف المدفعي ما زال يستهدف الضواحي الجنوبية من المدينة، تحديدا أطراف حي الزيتون وكذلك منطقة تيتل الهوى والشيخ عجلين. في وسط مدينة غزة كان هناك استهدافا إسرائيليا لمنزل بالقرب من مخيم الشاطئ، هناك عدد من الشهداء والجرحى والحديث يدور عن مفقودين. كذلك تم قصف منزل في منطقة حي الصبرة وسط مدينة غزة، والقصف المدفعي كذلك ما زال مستمر على حيي الشجاعية والتفاح في شرق مدينة غزة. أما على صعيد المنطقة الوسطى فلا زال محور نتساريم يشهد حالة من الغليان. هذا المحور الذي تقيم فيه قوات الاحتلال الحاجز أو الطريق الذي يفصل قطاع غزة عن بعضه البعض. القصف المدفع الإسرائيلي يبدو جنوبا وشمالا انطلاقا من هذا المحور الذي كانت المقاومة قد سددت فيه ضربة نوعية لجيش الاحتلال تحديدا في المحور الجنوبي من هذا الطريق، وهو المنطقة الواقعة شمال مخيم النصيرات حيث وقعت العملية النوعية لكتائب القسام في منطقة المغراقة. حتى الآن يعني نلحظ أن هناك جنونا إسرائيليا في عمليات القصف المدفعي على الزهراء والمغراقة وأيضا جحر الديك. كل هذه المناطق هي امتداد للشارع الذي يفصل قطاع غزة عن بعضها البعض، وبالتالي يمكن القول أن جيش الاحتلال بالفعل تعرض لانتكاسة كبيرة، وتحديدا الفرقة 99 التي ما زالت تعمل هنا في قطاع غزة وتفصل القطاع عن بعضه البعض. بصورة يعني عامة هكذا يبدو المشهد حتى الساعة في قطاع غزة. دينا، شكرا جزيلا لك الزميل أكرم دلول مراسلنا من رفح جنوب قطاع غزة. في الولايات المتحدة تستمر الاحتجاجات الرافضة للعدوان على غزة والمؤيدة للفلسطينيين والتي امتدت إلى نحو 80 جامعة في البلاد، بينما تواصلت حملات القمع والاعتقالات من جانب الشرطة ولا سيما في لويزيانا حيث اعتقلت الشرطة العديد من الطلاب والمحتجين. ولفتت صحيفة واشنطن بوست إلى اعتقال أكثر من 900 متظاهر على الأقل في الأيام العشرة الماضية. وفيما تعهد الطلاب بمواصلة اعتصامهم في الخيام حتى تلبية مطالبهم وهي وقف العدوان على غزة ووقف الجامعات الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل. موجة الاحتجاجات المؤيدة امتدت إلى الشوارع والمدن في أنحاء الولايات المتحدة، وذلك بعد اعتقال أكثر من 100 شخص في جامعة كولومبيا قبل أكثر من أسبوع. لقد جئنا إلى هنا لدعم القضية وإظهار أن الفلسطينيين بشر ولندعم الإنسانية أكثر من المال. الأمريكيون يقفون مع إسرائيل من أجل المال لأنهم يحصلون على أموال مقابل ذلك. نحن الشعب الذي وضعهم في السلطة ويمكننا إخراجهم منها، لذلك نحن هنا لإظهار تضامننا مع فلسطين ولنظهر لهم قوتنا. وكلما ازداد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور ودعم قضيتنا أصبحت قضيتنا أقوى. تتصاعد في الولايات المتحدة وتيرة التظاهرات الطالبية في الجامعات دعما لغزة وللمطالبة بوقف الإمداد العسكري لإسرائيل، إضافة إلى الضغط باتجاه إنهاء الحرب. احتجاجات طلاب الجامعات تنديدا بالحرب على غزة
تنمو وتتدحرج اتساعا في زخمها وقوتها ورسائلها رغم محاولات قادة القرار فض التظاهرات بالقوة. الشرارة التي انطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك وصلت إلى أكثر من 60 جامعة أمريكية. اتحدت هيئتها الأكاديمية والطلابية في الهتافات والمطالب لأجل غزة، والشرطة لا تجد سبيلا لإنهاء التظاهرات سوى الترهيب والتهديد. هذا جنون، لقد رأيت للتو الشرطة تستخدم العنف ضد المتظاهرين السلميين. رأيت الشرطة تطرح الطلاب أرضا وتم رش الناس برذاذ الفلفل. لماذا يحدث هذا؟ الشرطة اعتقلت مئات المتظاهرين داخل الخيام التي نصبوها تضامنا مع غزة في مسعى لتكميم الأفواه الناطقة بالحق الفلسطيني. طلبة جامعة واشنطن في سان لويس شكلوا جسرا بشريا لحماية مخيمهم من عنف الشرطة، وطالبوا بقطع الجامعة علاقاتها مع شركة بوينغ للطائرات المتورطة في العدوان على غزة. هذه الاحتجاجات في مختلف الصروح التعليمية تعري الموقف الأمريكي الرسمي مع توسع المؤيدين للقضية الفلسطينية من فئة الشباب الجامعي. التظاهرات المتنقلة بين الجامعات والشوارع إلى حيث ما وجدت مساحة للمطالبة بوقف إطلاق النار وجدت طريقها إلى الفندق المستضيف لحفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض. عدد من المحتجين افترشوا الأرض أمام المدعوين وأجبروا بايدن على الدخول من المدخل الخلفي على وقع الهتافات ضد مسؤولي الإدارة الأمريكية. يحضر عشاء مراسلي البيت الأبيض نخبة من وسائل الإعلام الغربية المتواطئة مع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والداعمة للاحتلال الإسرائيلي، ومن المروع حقا أنهم يأكلون هناك بينما يعاني الناس في غزة الجوع. الاحتجاجات الشعبية والطلابية التي خرجت بعد 7 أكتوبر لأجل غزة في الولايات المتحدة تحديداً يتصدرها الطلبة بحراك غير مسبوق وصف بالأضخم منذ تظاهرات رفض الحرب على فيتنام قبل عقود، ما يعكس التحول الواضح في الرأي العام الأمريكي. وأمس استأنف طلبة جامعة ييل الأمريكية اعتصامهم المساند لفلسطين. يأتي ذلك بعدما اعتقلت الشرطة الأمريكية عشرات الطلبة من جامعة ييل الذين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع. الناشطة في منظمة الطلاب الوطنيون للعدالة في فلسطين مجد الرافعي أكدت للميادين أن حراك الطلاب في الجامعات الأمريكية سيستمر حتى يجري الاستماع إلى مطالبهم، وأشارت إلى أنه في حال عدم تحقق المطالب فإن انتهاء العام الدراسي بحال انتهاء أو قبل انتهاء العام الدراسي فإن الاحتجاجات ستنتقل إلى الشارع. الضغط لساته موجود ولساتنا في معاتنا شهر كامل هون، وأنا بتوقع الجامعة متأملة إنه هذا الشهر هو اللي يخلينا شوي شوي نتعب وعلى آخر الشهر يبطل في حدا موجود في الجامعة. بس هذا الحكي بنحكي فيه كمنظمين حوالين كل شمال أمريكا إنه الكل قاعد والكل جاهز ليضلوا قاعد لآخر يوم، ولو بده يضطر إنه نسكر التخريج رح نسكر التخريج، ولو بيخلص السنة الدراسية فالطلاب بترجع على الشارع زي ما كانت بالشارع أول، وزي ما كانت عم بتسكر شوارع، وزي ما كانت عم بتسكر جسور وبتسكر مطارات لحد ما يصير في سماع للمطالب. ومن غزة وجه أبناء القطاع من خيام النازحين في رفح رسائل شكر إلى الطلاب المشاركين في انتفاضة الجامعات ولا سيما في الجامعات الأمريكية. رسائل الشكر كتبها النازحون إلى الطلاب الأمريكيين المساندون لهم على خيامهم. وصل طلاب غزة إلى تاريخ مسدود وأحلام محطمة. منذ 7 أكتوبر دمر الاحتلال الإسرائيلي 6 من أصل 7 مدارس وأكثر من 300 جامعة، وباقي المدارس تحولت إلى ملاجئ إيواء لآلاف من مواطنين غزة الذين يتعرضون للإبادة الدائمة.
رسالة لكل من سندنا، كل الطلبة وخاصة جامعة كولومبيا وكل الداعمين إن شاء الله، ونتمنى منهم المزيد. كل الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا طلبة الجامعات اللي سندوا القضية الفلسطينية، سندوا أنه يتم إنهاء أو وقف العدوان على قطاع غزة، فبالتالي إحنا لازم نساند هؤلاء الطلبة لحتى ينتهي العدوان ولحتى ينتهي القمع والاضطهاد ضدهم. تبعت هذه مكتوبة عشان وقف الحرب والمجازر اللي تعملها الإسرائيليين فيه الشعب الفلسطيني الغلبان، فبنطالب العالم كله يقف مع الشعب الغلبان ووقفوا عنا الحرب والمجازر. الخارجية الإيرانية أكدت أن ما يحدث في الجامعات الأمريكية يعكس صحوة المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال أن ما يحدث أيضا أو يعكس أيضا الكراهية العامة تجاه الكيان الصهيوني المجرم، وأضاف أن الخارجية الإيرانية تدين بشدة الإجراءات التعسفية الأمريكية في التعامل مع الطلاب في الجامعات، وشدد على أن الولايات المتحدة لا تحترم أصول ديمقراطية وتتعامل بازدواجية مع حقوق الإنسان. وأيضا في إيران، وقفات شهدتها الجامعات على امتداد البلاد تضامنا مع احتجاجات الطلاب في أمريكا وأوروبا، حيث أطلق المشاركون شعارات التضامن مع غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي ورفعوا الأعلام الفلسطينية والإيرانية. وقد علقت الدروس في كل جامعات البلاد عند الساعة 12 ظهرا من ظهر أمس لإقامة صلاتي الظهر والعصر، ووجه الطلاب وأساتذة الجامعات رسائل دعم لغزة وشعبها وللمقاومة الفلسطينية، مشددين على أن قمع الشرطة الأمريكية والحكومة للطلاب المتضامنين مع غزة فضح زيف الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي الديمقراطية وحرية التعبير. احنا جينا اليوم لنتضامن مع الطلاب بأمريكا وبأوروبا انه وقفوا ليقولوا كلمة الحق، وقفوا ليدعموا اهلنا بغزة. يا شعوب العرب، يا شعوب المسلمين، وينكم؟ الآن بالأمريكا طلاب غير مسلمين، غير عرب، كلهم قم للفلسطين، للحق، للحرية، وينكم؟ نقول لكل الطلاب الأحرار في العالم وفي أمريكا أننا كطلاب إيرانيين نحن معكم، وأن القمع الذي تتعرضون له من الشرطة الأمريكية والحكومة فضح وجه الدولة المزيفة التي تدعي الديمقراطية وحرية التعبير. إلى المغرب، حيث شهدت العاصمة الرباط وقفة للطواقم الطبية نصرة وإسنادا لفلسطين ودعما للطواقم الطبية العاملة في غزة في ظل العدوان المستمر على القطاع، ذلك على وقع الهتافات المنددة بالتطبيع. وكذلك خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة الجديدة المغربية نصرة لأهل غزة وفلسطين. المتظاهرون طالبوا بالإفراج عن معتقلي الرأي الذين اعتقلوا على خلفية تضامنهم مع غزة. أعلنت كتائب القسام أنها قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة لواء الشرقي 769 معسكر جيبور شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة. وفي بيان أكدت الكتائب أن هذا القصف يأتي ردا على مجازر الاحتلال في غزة والضفة. إلى ذلك، نشر الإعلام الحربي للمقاومة مساء أمس مشاهد من عملية استهداف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا.
وينضم إلينا من جنوب لبنان مراسلنا علي مرتضى. نرحب بك علي. اليوم أعلنت كتائب القسام أنها قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 بصليات صاروخية من جنوب لبنان، وبالتالي كيف يبدو المشهد على وقع هذه التطورات، إضافة طبعا إلى استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة؟ حتى اللحظة لا يزال الهدوء الحذر والذي يسيطر على طول الجبهة من القطاع الشرقي وصولا إلى الأوسط وصولا إلى القطاع الغربي. لم يرصد نيران مباشرة من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية إلا ما أعلنت عنه كتائب القسام، والتي استهدفت إصبع الجليل بصلية صاروخية مركزة استهدفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769. هذا المقر دائما ما يستهدف بصواريخ من لبنان، هو موجود في مستعمرة أو في محيط مستعمرة كريات شمونة، سبق حزب الله أن استهدفه، وسبق للعديد من فصائل المقاومة أن أطلقت صواريخها باتجاه ذاك المكان. ويمكن القول بأننا كنا أمام عملية ضخمة، لا سيما أن الرشقة كانت ثقيلة بالفعل. يعني تحدث بيان كتائب القسام عن أنها كانت مركزة، ولكن في الحقيقة كانت رشقة ثقيلة، كان هناك أكثر من 30 صاروخا أطلقوا بشكل متزامن باتجاه تلك المنطقة. حاولت الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعتراض هذه الصواريخ، أطلقت صواريخ القبة الحديدية باتجاهها، ولكنها استطاعت الاعتراض عدد قليل من هذه الصواريخ، فيما باقي الصواريخ وصل إلى أهدافه بشكل مباشر. هذه مشكلة القبة الحديدية، يعني كثافة الصواريخ حينما تطلق لا تستطيع القبة الحديدية أن تسقط 30 أو أكثر من 30 صاروخا، ولازلنا نتحدث عن أعداد يعني بالعشرات، كيف إذا ما وصلت أعداد الصواريخ إلى المئات. وبالتالي الدفاع الجوي الإسرائيلي يعني بالفعل في مشكلة كبيرة على طول الجبهة مع لبنان، ليس فقط اليوم بل منذ بداية هذه الحرب. هذه هي الأحداث العسكرية على الجبهة. اعتداءات العدو الإسرائيلي كان له إطلاق قذائف مدفعية، تقريبا 3 قذائف مدفعية أطلقوا باتجاه بلدة عيتا الشعب، بالإضافة إلى غارة من مسيرة استهدفت محيط ملعب البلدة، لأنها لم تسفر عن إصابات بحسب مصادرنا. طبعا عملية كتائب القسام اليوم يجب أن توضع في ميزان السياسة، لا سيما مع الضغط السياسي الذي يتم على لبنان لفصل جبهة غزة عن الجبهة اللبنانية. واضح بالأمس كان تحدث المراسل العسكري لموقع ولا العبري عن إصرار حزب الله على ربط القتال في الشمال بالقتال الذي يخوضه الجيش الإسرائيلي في غزة. اليوم تأتي عملية كتائب القسام في توقيت يؤكد هذا الموضوع، بأن ربط الجبهات بين غزة ولبنان هو ربط بدأ منذ بداية هذه الحرب ولن ينتهي حتى انتهاء هذه الحرب. بالمجمل هذه كل التطورات على طول الجبهة. يأتي ذلك بالأمس كنا أمام 4 عمليات عسكرية، أبرز استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولة، أصيب إصابة مباشرة. شاهدنا صور لهذا المبنى على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تسريبه، كان المبنى محطم وأصيب إصابة مباشرة. هذه هي كل التفاصيل حتى هذه اللحظة. طبعا نراقب هذه الجبهة التي عادة ما تشتعل في فترة ما بعد الظهر. شكرا جزيلا لك الزميل علي مرتضى مراسلنا من جنوب لبنان. مراسلتنا فاطمة فتوني كانت قد جالت مع فريق الميادين في مقابل بعض المواقع التي استهدفتها المقاومة الإسلامية، ولا سيما في تلال كفر شوبة المحتلة ومزارع شبعة، وتحديدا موقع الرمثة والسماقة ورويسات العلم. نحن الآن نقف في بلدة كفر شوبة مقابل مواقع الاحتلال الإسرائيلي في تلال كفر شوبة ومزارع شبعة المحتلة، تحديدا مقابل موقع الرمثة والسماقة، إضافة إلى موقع رويسات العلم. هذه المواقع التي نستطيع أن نراها بوضوح من هذه النقطة تحديدا، هذه المواقع التي تنفذ فيها المقاومة عمليات عدة، ويمكن أن نقول أن المقاومة تستهدفها بشكل شبه يومي نظرا لأهمية هذه المواقع المقاومة على أراضي لبنانية محتلة. تستهدف المقاومة تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي والآليات، ولابد أن أشير إلى أنه قبل يومين نفذت المقاومة كمين مركب في موقع رويسات العلم، هذا الموقع الذي نستطيع أن نراه بوضوح، كمين مركب مستخدمة الأسلحة الصاروخية والمدفعية والموجهة، أيضا أصابت قافلة مؤللة للاحتلال الإسرائيلي، أصابت آليتين. الاحتلال الإسرائيلي اعترف بخسائر كبيرة لحقت بجنوده الذين كانوا يتواجدون داخل هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية. بطبيعة الحال كنا أمام مواقع الاحتلال الإسرائيلي
في تلال كفر شوبة. لابد أن نشير أيضا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أو دبابات المركافة المتواجدة داخل الرادار داخل المواقع الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإطلاق قذائف مدفعية باتجاه أطراف كفر شوبة، إضافة إلى الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف هذه المنطقة أدت إلى تدمير منازل. نتحدث عن تدمير أكثر من منزل في كفر شوبة، وهذه المشاهد التي تظهر وحشية الاحتلال الإسرائيلي في استهداف منازل المدنيين هنا في هذه المنطقة. لابد أن نشير إلى أن بلدة كفر شوبة هي أحد أبرز مناطق العرقوب هنا في القطاع الشرقي. كنا معكم من أمام مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. ومن جنوب لبنان إلى شماله، حيث شهدت بلدة ببنين في محافظة عكار تشيعا حاشدا لشهيدي الجماعة الإسلامية مصعب وبلال خلف، وكان تشديد على وحدة الدم اللبناني من الشمال إلى الجنوب نصرة لأهل غزة. التفاصيل مع أحمد عبد الله. إلى مدينة طرابلس عاصمة الشمال وصل موكب تشييع الشهيدين القائدين في الجماعة الإسلامية مصعب خلف وبلال خلف، اللذين استشهدا بضربة إسرائيلية بطائرة مسيرة على طريق ميدون في البقاع الغربي. موكب التشييع وصل إلى ساحة النور في طرابلس على أن ينتقل من ساحة النور إلى بلدة ببنين العكرية مسقط رأسي الشهيدين. في شمالي لبنان كما في جنوبه يرتقي الشهداء دفاعا عن أهل الجنوب ونصرة لأهل فلسطين. في طرابلس عاصمة الشمال كانت محطة التشييع الأولى، أنصار الجماعة الإسلامية احتشدوا بكثافة لوداع الشهيدين مصعب وبلال خلف قبل انتقال الموكب إلى مثوى الشهيدين الأخير في بلدة ببنين العكارية. ساحة العبدة على مدخل قرى محافظة عكار في أقصى شمالي لبنان كانت محطة التشييع الثانية على وقع شعارات تؤكد وحدة الدم اللبناني في وجه العدوان الإسرائيلي. فإذا كان من ببنين عكار قدمنا الدم، إلنا الشرف نستقبل هالأبطال، إلنا الشرف إسا نقدم أبطال دفاعا عن لبنان ودفاعا عن غزة وعن فلسطين، لأن القدس قضيتنا وفلسطين هيدا مخيم نهر البارد وهيدي ساحة الشهداء وهيدي ساحة ببنين. طول حياتها ببنين بتقدم شهداء للجيش، وإجا الوقت لنكون حد أهلنا بفلسطين ومشروعنا مشروع شهيد إن شاء الله. بلدة ببنين العكارية بأكملها تستقبل جثماني الشهيدين القائدين في الجماعة الإسلامية، ولسان حال الجميع يقول كما تقول اللافتات هنا: من ببنين إلى الأقصى مصعب وبلال شهادتكما أحيتنا، دماء عكار عانقت دماء الجنوب وغزة. قرية ببنين استقبلت قائديها الشهيدين كالأبطال في مشهد مهيب على وقع هتافات دعم لأهل غزة. السيادة أيها السادة تصنع ولا تستجدى على موائد الأمم، لذلك المطلوب من كل ساسة لبنان ومن كل شعب لبنان أن يقفوا صفاً واحداً وقفة رجل واحد للدفاع عن أرضنا. ترى الجماعة الإسلامية أنها جزء أساسي في جبهة الإسناد اللبنانية، لينضم الشهيدان خلف إلى قادة آخرين في الجماعة ارتقوا منذ بدء معركة طوفان الأقصى. أحمد عبد الله من بلدة ببنين العكارية، الميادين. ومن بيروت أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أن على كل فريق في لبنان تحمل مسؤولياته، ورأى في ختام زيارته للبنان أن الاستقرار يمر عبر انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان. وشدد الوزير الفرنسي على رفض سيناريو الحرب في جنوب لبنان، ولفت إلى أنه أبلغ المسؤولين اللبنانيين ضرورة منع التصعيد. بدوره عرض رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على الزائر الفرنسي خارطة تظهر حجم الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية واستخدام جيش الاحتلال الأسلحة المحرمة دوليا. وشدد بري على ضرورة التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701. إلى ذلك التقى الوزير الفرنسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره اللبناني عبدالله أبو حبيب، وأشار إلى العمل على اقتراحات فرنسية لترتيب الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
على كل فريق في لبنان تحمل مسؤولياته، ونحن نرفض السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب، ولا أحد يريد أن يستمر التصعيد، وهذا ما نقلته إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش. إن الحفاظ على لبنان من أولوياتنا، ليس من مصلحة أحد أن تستمر الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وهذه هي الرسالة التي نقلتها إلى المسؤولين اللبنانيين وسأنقلها إلى الجانب الإسرائيلي. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وجود تقدم ملموس في وضع المساعدات التي دخلت غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة للمزيد. وفي تصريحات من السعودية التي يستهل منها جولة إقليمية، أكد بلينكين الحاجة إلى مزيد من خفض التوتر في غزة، وأشار إلى أنه سيبحث مع دول مجلس التعاون الخليجي حرية الملاحة في البحر الأحمر. وكانت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي قد انطلقت أمس فيما تصدر العدوان الإسرائيلي على غزة ملفات النقاش. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال خلال إحدى جلسات المنتدى إن الوضع في غزة يمثل كارثة إنسانية وفشلا كاملا للنظام السياسي الدولي القائم في التعامل مع تلك الأزمة. نسمع بأن هناك مقترحا على الطاولة ونأمل أن يكون كافيا لتحقيق وقف لإطلاق النار، ولكن حتى وأن تحقق وقف لإطلاق النار يبقى علينا التعامل مع تداعيات الصراع، ليس في غزة وحسب بل في الضفة الغربية كذلك وفي منطقتنا، ونحن نتحدث عن تداعيات تتجاوز ما هو قائم، لذا علينا العمل لمعالجة الأمر. وأحد أوجه الفشل التي نواجهها هي فشل النظام السياسي الدولي في معالجة الأزمة حتى في جانب أساسي منها كالجانب الإنساني. وزارة الخارجية الصينية دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت ممكن من أجل تعزيز حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وفي بيان قالت الخارجية إن ما يحدث في غزة لا يقبله الضمير الإنساني، وأشارت إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي للتوصل إلى وقف إطلاق النار. أكدت الخارجية دعمها القوي لكل الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية من خلال الحوار. الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب بإنهاء الحرب على غزة وإغاثة غزة أيضا، وحذر من أن أي اجتياح إسرائيلي لرفح سيؤدي إلى أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني. ونناشد أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بالإعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. في المقابل جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه شن عملية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. البيت الأبيض أوضح أن بايدن أكد لنتنياهو أن واشنطن لا تستطيع دعم عملية إسرائيلية في رفح من دون خطة إنسانية مناسبة وذات صدقية. كما استعرض بايدن ونتنياهو بحسب البيت الأبيض المحادثات الرامية إلى إطلاق بعض الأسرى وزيادة وتيرة إيصال المساعدات، بما يشمل الاستعداد لفتح معابر جديدة في الشمال بدءا من هذا الأسبوع. يصل وفد من حركة حماس برئاسة القيادي خليل الحي اليوم إلى القاهرة لتسليم الرد على المقترح الإسرائيلي بشأن وقف النار. وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق أن الحركة لم تصدر أي تصريح باسمها أو منسوب إلى مصادر منها حول ورقة الرد الإسرائيلي التي تسلمتها من الوسطاء. وفي بيان قال الرشق أن هذا الرد لا يزال يخضع للدراسة، ورأى أن ما تنشره وسائل أعلام إسرائيلية من تسريبات حول ذلك يهدف إلى التشويش والبلبلة. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عمن وصفته بالمسؤول الرفيع في حماس قوله ألا قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير والمقدم من إسرائيل ومصر. الوكالة الفرنسية نقلت عن المسؤول ذاته وصفه للأجواء بالإيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن مفاوضات وقف إطلاق النار تحتاج إلى مزيد من إظهار الالتزام من الجانبين وتقديم مزيد من التنازلات. وفي مقابلة مع قناة كان الإسرائيلية أشار إلى أن كل تأخير في التوصل إلى اتفاق
يعني مزيدا من المخاطر على الأسرى والمدنيين في غزة. أعربنا عن أحباطنا من مستوى التزام كلا الجانبين ونعيد تقييم دورنا بصفتنا وسطاء نتيجة مشاعرنا تجاه الجدية من كلا الجانبين في التوصل إلى اتفاق، ونعتقد أنه يمكن عمل الكثير وأننا نفعل كل ما في وسعنا الآن، ونحتاج إلى مزيد من الضغط على الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق. الأنصاري أكد أن السبب الوحيد لوجود مكتب حماس في الدوحة في الوقت الحالي هو عملية الوساطة القائمة، ولفت إلى أن واشنطن هي من طلبت إلى الدوحة الدخول في علاقة مع حماس. حين طلبت إلينا الولايات المتحدة فتح قنوات اتصال مع حماس، كانت لذلك مخاطرة محسوبة بأننا سنضطر إلى تحمل كثير من الضغوط نتيجة تأدية هذا الدور المتمثل في استضافة حماس هنا في الدوحة. وفي الوقت الحالي السبب الوحيد لوجود هذا المكتب هنا هو عملية الوساطة القائمة الآن، لذا نشعر بالدهشة من الذين يستفيدون من العملية نفسها ويستفيدون من الوساطة نفسها ويشاركون في المفاوضات، وفي الوقت عينه ينتقدون قطر بسبب استضافتها المكتب السياسي لحماس في حين أنه المكان الوحيد لإجراء هذه الوساطة. أفاد معلق الشؤون السياسية في القناة 12 الإسرائيلية يارون أبراهام بحالة تأهب كبيرة استعدادا لإمكانية أن تصدر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال في الأيام المقبلة ضد مجموعة من المسؤولين في القيادتين السياسية والأمنية على رأسهم بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يؤف جالنت ورئيس الأركان هيرتزي هليفي، وربما قبل نهاية الشهر. أوضح مدير مكتب الميادين في تركيا عمر كايد أن أسباب فشل أسطول الحرية 2 في الإبحار قبل يومين من تركيا نحو ساحل قطاع غزة يعود إلى الضغوط الإسرائيلية وعدم الرغبة التركية في تكرار تجربة أسطول الحرية 1. وأضاف أن دولة غينيا بيساو سحبت الترخيص الذي أعطته للسفينة بعد ضغوط كبيرة مورست عليها. يجري الإبحار يوم الجمعة أي منذ عدة أيام، لكن هناك تعقيدات جرت قبل وتجري الآن. هذه التعقيدات تمثلت والتحديات تمثلت أولا بالتهديدات الإسرائيلية. عدة مرات جرى هناك تهديدات أننا سنسيطر على الأسطول، وقد أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى تدريبات لاقتحام الأسطول. فتركيا لا ترغب، التي تسعى لأن تلعب دور الوساطة، لا ترغب أن يحدث هذا الحدث الكبير ويكون الانطلاق من موانئها، ويكون الأشخاص الموجودين بعض البرلمانيين الأتراك سيشاركون وبعض النشطاء الأتراك. أيضا تمكن المنظمون للأسطول أن يحصلوا على هذا الترخيص وأتوا وحصلوا من دولة غينيا بيساو، لكن تفاجأ المنظمون أن هناك ضغوط على دولة غينيا بيساو، طلبت التفتيش مرة أخرى دولة غينيا بيساو، وجرى التفتيش وهذا في محاولة لتأخير انطلاق الأسطول، لكن فوجئ، وهذه بحسب المعلومات التي وردتنا، فوجئ المنظمون برسالة من غينيا بيساو تطلب أن يجري الرد عليهم خلال ساعتين فقط، تطلب من المنظمين أن السفينة إلى أين ستكون وجهتها، وتطلب أيضا أن لا تكون وجهتها إلى غزة، وتطلب أيضا أن يكون هناك وثائق تثبت هناك موافقة الميناء الذي سيرسو عليه أسطول الحرية. جائزة البوكر للقصة القصيرة لعام 2024 نالها الأسير الروائي باسم خندقجي الذي لم تنجح الزنازين ولا التعذيب في كسر قلمه ولا إرادته، وانتصر باسم خندقجي بنيل الجائزة في مهرجان أبو ظبي عن قصته قناع بلون السماء والتي نشرتها دار الأداب في بيروت. باسم كتب القصة في المعتقل، وسلطات الاحتلال وعند ترشيح باسم للجائزة من قبل الناشر نقلته إلى زنزانة انفرادية وسلبته أوراقه وقلمه، كما تعرض لمزيد من التضييق في المعتقل ولحملة ممنهجة في تل أبيب حيث اتهم بأنه إرهابي. رواية قناع بلا بلون السماء. إليكم رواية قناع بلون السماء.
اعتدنا أن ندعو الفائز إلى المنصة، واعتدنا أن نعرف منه مباشرة كيف تلقى الخبر، كيف تلقى التتويج، لكن سامحونا الفائز لا سبيل إلى فك أسره إلا الدعوات، ولكن فرصتنا لكي نؤمن أكثر بقدرة الأدب على تخطي الحدود وتحدي القيود. أخ الفائز وناشرته رنا إدريس. نأخذ صورة جماعية للذكرى. يلا الحقنا. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد والرياضة في هذه النشرة، والبداية مع الاقتصاد والزميل عبد الله ظاهر. مساء الخير عبد الله. مرحبا دينا. شكرا. أهلا بكم. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن البنوك الغربية التي بقيت في روسيا دفعت ضرائب بقيمة 800 مليون يورو العام الماضي، وبحسب الصحيفة فإن هذا الرقم يقدر بأربعة أضعاف عن المستويات في أوكرانيا قبل الحرب. وكانت البنوك الأوروبية السبعة قد أعلنت عن أرباح مجمعة تزيد على 3 مليارات يورو في العام الماضي، فيما مثلت هذه الأرباح 3 أضعاف ما كانت عليه في عام 2021. وحذر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من مغبة السير قدما في قرار مصادرة الأصول الروسية من قبل الدول الغربية، واصفا القرار بمثابة المسمار الأخير في نعش النظام الاقتصادي للدول الغربية. وأشار بيسكوف إلى أن موثوقية الغرب في أعين المستثمرين ستتلاشى بين عشية وضحاها، وبمجرد اتخاذ قرار مصادرة الأصول الروسية المجمدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب والدول الأجنبية وكل من يحتفظ بأصوله في هذه البلدان سيبدأون في التفكير مرات عديدة قبل استثمار أموالهم. قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن التنمية العالمية تواجه تحديين كبيرين يتمثلان في ضعف معدل النمو الاقتصادي والتباين الحاد في الأداء الاقتصادي بين الدول. وشددت جورجيفا في كلمة لها أمام اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض على ضرورة معالجة هاتين المشكلتين، لكنها أعربت عن تفاؤلها بشأن مرونة الاقتصاد العالمي الذي يتوقع الصندوق استمرار نموه بمعدل 3.2% خلال هذا العام والعام المقبل. أكد بيترو مانديز وزير النفط البرازيلي أن بلاده في طريقها للانضمام إلى تحالف أوبيك بلس الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة البترول وحلفائها من منتجي الخام من خارج المنظمة. وتحتل البرازيل المرتبة 9 عالميا بإنتاج النفط بواقع 3,250,000 برميل كل يوم. ويتوقع المحللون أن يؤدي انضمام البرازيل إلى أوبيك بلس إلى تعزيز نفوذ المجموعة من خلال ارتفاع وتيرة النمو في إنتاج النفط الخام على المدى المتوسط. توقعت هيئة تنظيم الطاقة في الصين ارتفاع الحمل الأقصى للكهرباء هذا الصيف أكثر من 100 مليون كيلووات مقارنة بالعام الماضي، ما يهدد بضغوط على الإمدادات في بعض المناطق. وأشارت الإدارة الوطنية للطاقة إلى أن الإمدادات الكهربية ستكون محدودة في الأقاليم الشرقية والوسطى والجنوبية ومنطقة منغوليا الداخلية، ولا سيما إذا أصبح الطقس سيئا جدا. انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، فيما ارتفعت أسعار الفضة مع انحسار الأمال بخفض الفائدة الأمريكية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وانخفضت أسعار الذهب 5% إلى 2327 دولارا للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 27 دولارا و24 سنتا للأوقية. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في النشرة. نشكر لكم حسن المتابعة. عودة لك دينا. إذن مشاهدينا نذهب الآن إلى تونس، حيث يدخل الطلبة التونسيون اليوم في سلسلة تحركات في مختلف المحافظات سواء داخل الجامعات أو حتى في الساحات العامة، وذلك لرفع الصوت نصرة للقضية الفلسطينية. ومن هناك ينضم إلينا الزميل عماد شتارة. عماد، كيف يبدو المشهد على وقع ما أعلنه اليوم الطلبة التونسيون؟
نعم دينا، مثل ما تفضلت اليوم الحراك الطلابي يمتد في كل محافظات البلاد، داخل الحرم الجامعي، داخل الجامعات وفي الساحات أيضا. نحن الآن نغطي فعالية في الشارع الرئيسي، شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية. اسمحي لي بأن ينضم إلينا السيد وسيم بن مسعود، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة. نظمتم تحركات، أعلنتم هذا الحراك تضامنا مع غزة، ضعنا في صورة هذه التحركات وعن سقف تحركاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انطلقنا في أسبوع سميناه طوفان الجامعة، دعونا الجامعة التونسية وكل الطلبة إلى إضراب عام شامل في كل مؤسسات الجامعية، وإلى انطلاقة إلى انتفاضة جامعية تبدأ من يوم الاثنين إلى آخر الأسبوع. هذه الانتفاضة تكون داخل المؤسسات الجامعية وفي الساحات، داخل مؤسسات داخل المبيتات الجامعية. نقول بصوت واحد أن الجامعة التونسية تساند الجامعات الأمريكية والجامعات الفرنسية، والكل يساند المقاومة في غزة. اليوم تجاوزنا 200 يوم في العدوان المتواصل على إخواننا في غزة أمام التخاذل العالمي والدولي والصمت العربي المخزي. الطلبة اليوم نثور ونقول أن العدوان يجب أن يقف، أن القتل الممنهج والإرهاب الأمريكي الصهيوني الفرنسي يجب أن يقف، وقد حان الوقت لكل العالم أن يضع حد لهذا الدولة الإرهابية التي تقتل في إخواننا كل يوم. أعرف أن هذا التوقيت هو توقيت ختم الدروس، توقيت يسبق الامتحانات، الفترة حساسة بالنسبة للطلبة. هل القضية الفلسطينية هي اليوم في صدارة اهتمامات الطالب التونسي، تمر حتى قبل استحقاق الامتحانات؟ نعم، لأن الاهتمام بالقضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر، والمؤسسات الجامعية كل المؤسسات الجامعية في 24 ولاية في 11 جامعة كبرى تونسية قمنا بوقفات احتجاجية وحملات تبرع الأخوة الفلسطينيين، وقد طلبنا بالعديد من الامتيازات للطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في تونس. اليوم الطالب التونسي على وعي تام بكل ما يحدث في القضية الفلسطينية، وهذا الإضراب العام اليوم لقى استجاب في كل المناطق وفي كل الولايات التونسية. ونقول اليوم أن الطالب التونسي يقول للدولة جرموا التطبيع، جرموا التطبيع الأكاديمي، لا للدخول عبر النوافذ، لن نقبل بالتطبيع في تونس ولن نقبل بالتطبيع في المغرب العربي. اليوم الطالب يساهم في تصحيح البوصلة نحو فلسطين، في تصحيح الوعي. نعم، نحن الآن بعد 200 يوم، بعد ما حدث من تضامن عالمي فعلى مستوى الجامعات، الجامعة التونسية تنتفض وتساند، ونقول البوصلة هي قضية فلسطينية، البوصلة هي الأقصى، لن نحيد عليها. حتى نختم، لماذا جاء هذا الحراك عربيا متأخرا في تونس وحتى في الوطن العربي؟ هو حقيقة الانتفاضة الجامعية بدأت منذ 7 أكتوبر، وقد قمنا في هذا المكان بالعديد من التظاهرات، لكن للأسف الشديد الإعلام والمشهد مغيب، والطالب مهمش في الجامعة التونسية وفي الجامعات العربية. داخل الدول العربية الطالب والجامعة لا تلقى حظوة في كامل الأيام، نلقى فقط الاهتمام الإعلامي فقط في بعض المحطات الكبرى، تابعوا الجامعة وتابعوا الاتحاد الطلبة وتابعوا الحراك الطلابي. شكرا جزيلا، بالتوفيق في هذا التحرك والحراك الطلابي الذي نأمل أن يستمر إن شاء الله. إذن دينا، تقريبا الصورة باتت واضحة بالنسبة لهذا الحراك الطلابي الذي يجري داخل الجامعات التونسية وفي الساحات في العديد من المحافظات، نصرة للقضية الفلسطينية ورفضا وتنديدا بجرائم الإبادة الإسرائيلية. بكل حالات عماد، سنكون معك لتفاصيل إضافية وأيضا تصوير لهذا المشهد بشكل أوسع على رأس الساعة. شكرا جزيلا لك الزميل عماد شتارة من العاصمة التونسية. إذا مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، للمزيد زوروا صفحات الميادين الميادين.net بالعربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.